مش معقول. تذكرتني دكتور؟ ايه والله؟ وهل يخفى القمر؟ مش انت عملت لك عملية المرارة؟ عفوا شو خبرني طمني قلي كيف؟ صفا؟ لا كثير صفا كثير صفا الحمد لله. بس عندي مشكلة هيك من وقت للتاني، عندي رجي محل العملية. يا ربي دخلك. رجي؟ رجي قوي؟ مش عطول مش عطول، هيك فترات يعني. باليوم بتروح وبتجي؟ مش بترجي هيك محل العملية. يا ربي دخلك يخرب بيتك الله، ليه ما دقيت لي؟ ما دقيت لك كثير ولما حسن الصدى انه كل ما بدي اقول لك بتزيد الرجي عندي. ايه كيف يعني بتزيد الرجي عندي؟ بتزيد بدي اقول لك انا بتزيد بترجي يعني كله سوا. دقلي لشو؟ دكتور ممسوك. ممسوك خلص يا ربي دخلك. وانا اقول وين مضيع تليفوني؟ نعم انت مضيع تليفونك عندي بمعدتي. ايه ما انا قلت لك عم بعمل لك العمليه. إيه؟ ظهر انه اجاني اتصال. إيه؟ حطيته هون هيك وصرت لك معدتك والبنكرياس وهيك وعم بشتغل وخلصت. إيه؟ بدي يكون قشط من دايتك. اه وقطبنا تليفوني ببطنك. طب وشو العمل هلا حكيم؟ العمل هلا نير بدنا نشوف كيف بدنا نشرش عشان ما يحترق الخط. حلو كتير. ايه يا ربي داخلك جايك اتصال.